أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدي الكرام على الهواء مباشرة في جلسة الأعمال وفيها العديد من الأخبار إن شاء الله على رأسها آخر الأحداث في البورصة القطرية تلك الارتفاعات المعتبرة التي نتابعها منذ حوالي أسبوع تحديدا على شركات القطاع العقاري واليوم إن شاء الله نرصد أيضا موضوع المراجعة التي سيتم العمل بها لمؤشرات فوتسي وهي يعني سبب رئيسي في الارتفاعات التي نشهدها خلال الأسبوع الماضي وتتواصل إن شاء الله في جلسات اليوم هذه المراجعة والتي بناء عليها ستدخل شركات وتخرج شركات من حسابات فوتسي والتي سيتم تطبيقها إن شاء الله يوم الخميس القادم كيف هي الصورة وهي التوقعات بالنسبة لي ايضا البورصة القطرية في جلستنا لهذا الصباح والتي سيصحبنا فيها ان شاء الله من استديوهاتنا هنا في تلفزيون قطر الدكتور عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة الامل الاستثمار ومن البورصة القطرية السيد مراد ملاح الخبير الاقتصادي والمالي. مرحبا بضيوفنا الكرام ونبدا باخر اغلاقات البورصة القطرية والتي عززت اذا بورصة قطر من مكاسبها في ختام تعاملات يوم الامس مدعومة بعمليات شرائية على الاسهم القيادية. سيطر اللون الاخضر كما تابعنا على شاشات التداول استطاع المؤشر العام اختراق حاجز 9878 نقطه عند الاغلاق مسجل ارتفاع بلغ اكثر من واحد وعشر النقطه المئويه فيما سجلت احجام التداول اكثر من 540 مليون سهم بقيمه ناهزت 723 مليون ريال. وبنهاية الجلسة سجلت رسملة السوق مكاسب قياسية بنحو 11 مليار و400 مليون ريال لتصل إلى مستويات 582 مليار و600 مليون ريال وسجلت أيضا وشهدت الجلسة استحواذ قطاعي العقارات والصناعة على 64% من قيم التداولات بواقع 33% لقطاع العقارات و31% لشركات قطاع الصناعة وسجل سهم مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية ارتفاعا بالنسبة القصوى عند العشرة في المئة في نهاية الجلسة حيث قفز إزدان إلى ريال واثنين وثمانين درهم وستة أعشار الدرهم للسهم عبر تداولات بلغت 52 مليون ريال كما ارتفعت أو ارتفع سهم المتحدة للتنمية إلى مستوى ريال و47 درهما و أعشار درهم للسهم عبر تداولات بقيمة 120 مليون ريال وقد ضمت القائمة الخضراء مجموعة من الأسهم القيادية التي دعمت المؤشر العام للسوق وابرزها كان كيو ام بي بنسبه وصلت الى 2.5% والصناعات قطر ايضا بنسبه 1.10% بينما تصدر سهم انماء القابضه القائمه الحمراء متراجعا بنسبه 1.16% ثم شركه الكهرباء والماء القطريه بنسبه 65% من 100% تلاهما سهم المصرف بنسبه 31% في المئة دكتور التوقعات اليوم بناء على جلسه الامس والتي شهدنا فيها حقيقه يعني مفاجات بالنسبه لي ارتفاعات وصلت إلى 10% في الأسهم التي ذكرناها متحدة وأزنان ما هي أمكانية تواصل هذا المشهد في جلسة اليوم؟ اه الاحتمال أنه اه يستمر اه السمة سمة الحقيقة اه على المستوى العالمي والمستوى الإقليمي وخاصة اه البورصة ما زال هناك تراجع في اه قطاع ويواجه قطاع التقنية بشكل عام بعض الضغوط بعد الارتفاعات والمستويات القياسيه اللي حققها خلال الشهور الماضيه في الان طبعا عوده الترشيد بالنسبه للاستثمار في التقنيه وعوده للقطاع الصناعي، عوده للقطاع العقاري وعوده وقد نرى ايضا خلال الفتره القادمه عوده لقطاع الضيافه وما مثل ما شفنا بداية الأزمة كان هناك ضغوط على قطاعات معينة وقطاعات معينة استفادت الآن في عودة في تدوير لي لي وفي أيضاً إعادة تقييم بالنسبة لكل شركة لأن بعض الشركات الحقيقة في, في قطاع التقنية كانت يعني عدت أي مستوى تاريخي خاصة في التقييم وفي جوانب أخرى م. اللي شفنا أيضاً في المؤشر المحلي نفس المنحة ونفس السياق والجيد انه كان يعني في نهايه التداولات في نيويورك الحقيقه كان في تراجعات نرى انه طبعا البورصه تراجعات الداو كان محافظ ولكن ايضا الاس ام بي والناس دا كانوا متراجعين بعض الشيء لكن ايضا شفنا مؤشرنا اكثر صمود في هالفتره وهي فتره مهمه في الجانب التقني لان قريب على 10000 وايضا في معدل الترابط خاصه بالنسبه للمؤشرات كلها الان ايجابيه ولذلك نتوقع ان شاء الله يكون المرحله القادمه ايضا ايجابيه بالنسبه م. للمؤشر. مراد نحن. برايك اليوم هل نرى طغيان حاله التفاؤل على اسواق المال ومنها ايضا البورصه القطريه والبحث عن مستويات ايضا يعني قياسيه جديدة لمؤشرات أسواق المال والبعد عن أي تأثيرات نفسية قد يكون كورونا يسببها اليوم لاحظ الارتفاعات لا تقتصر فقط على البورصة القطرية وإنما أيضا المؤشرات الرئيسية في أسواق العالم تشهد ارتفاعات معتبرة ممتازة تفسيرك للأمر بداية صباح الخير أستاذ مروان فعلا مثل ما تفضلت يبدو أن العالم تجاوز مرحلة مواجهة وباء كوفيد 19 إلى مرحلة التعايش معه والوباء صار أمرا واقعا ربما اكتسبت الدول الكثير من الخبرات التي راكمتها بما سمحت لها أن تقفز فوق ما أحدثه كورونا من غلق اقتصادي من تقليص للنشاط حالة التفاؤل أنا أؤكدها والزخم سيستمر الزخم الموجود في الأسواق العالمية يعزز الزخم الموجود في البورصة القطرية مثل ما تعلم أستاذ مروان ويعلم السادة المشاهدون بالعادة البنوك القطرية هي القاطرة التي تقود الارتفاعات في الأسهم أما وأن يدخل أي لاعب جديد في قيادة هذه الارتفاعات ف. سيحدث بلا شك قفزة نوعية بل هائلة في المؤشر. أنا متفائل جدا أننا سنختبر مستويات 9900. أريد أن أذكر أننا في ذروة موسم المراجعات هذا الموسم الذي لطالما ارتبط من خلال السنوات الأخيرة من خلال ما, ما نرصده في في السنوات الاخيره ان دائما فتره المراجعات مع المؤشرات العالميه هي فتره يسود فيها الكثير من التفاؤل، يسود فيها شهيه مضاربيه عاليه جدا خاصه نحو الاسهم القياديه هذه الاسهم ذات الاوزان النسبيه التي بامكانها ان تحدث دائما مشهد أكثر تفاؤلا يعزز الزخم أريد أن أذكر أيضا أن الجيد بل الذي يجدر الإشادة به هو الشهية المضاربية الكبيرة خاصة عند الأفراد القطريين ليتجاوزوا حتى مضاربات المحافظ الأجنبية كلها عوامل تصب في مشهد أكثر تفاؤلا بنتائج أفضل إن شاء الله لاستدامة ولتحقيق مكاسب تليق بالجهود المبذولة من المحافظ الاستثمارية سواء كانت محلية وأجنبية خاصة شركاتنا الوطنية التي تستمر دائما في اعطاء زخم الاقتصاد القطري يليق بالطفره التي نحياها. نعم. خبر اخر مشاهدي الكرام اعلنت مجموعه كيو ام بي انها فوضت كل من بنك باركليز بنك و اتش اس بي سي وكيو ام بي كابيتال مجتمعين كمدراء رئيسيين مشتركين للترتيب الاول اصدار سندات خضراء من قبل المجموعه ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى وأوضح بيان نشرته المجموعة على موقع بورصة قطر أنه قد يلي ذلك إصدار لسندات بالدولار الأمريكي وفق معايير ريكس وذلك وفقا لأوضاع السوق دكتور عبد الله ما المقصود بال بالسندات الخضراء؟ من الواضح خاصة في الفترة الأخيرة في اهتمام كبير بالجانب البيئي وخاصة التخضير في في الدولة وهناك طبعاً الاكسبو الحدائق ايضا قادم ولذلك يبدو أن هذا التمويل راح يكون موجه للمشاريع الصديقه للبيئه وايضا بالنسبه لمشاريع التخضير والتزيين في الدوله بشكل عام هذا العاده الحديث عن السندات الخضراء متعلق بالبيئه ولذلك ايضا يعطي دلاله انه خلال ان شاء الله المرحله القادمه راح يكون هناك جهود كبيره في التخضير الكل يطلع لهذا لانه البنى التحتيه تمت البنى الفوقيه تمت والان في مرحله وكل من يتحرك اليوم داخل الدوله يرى الى اي مدى اصبحت الحقيقه الشوارع خضراء وهذا ايضا ايجابي الحقيقه بالنسبه للبيئه وبالنسبه للجانب الصحي إذا كان هناك أيضا تركيز خلال المرحلة الماضية والمرحلة القادمة إن شاء الله على الجانب الرياضي وجانب الصحة هذا داعم كبير أيضا للجانب هذا بالنسبة للدول إذا مشاهدة الكرام تفتتح في هذه اللحظات البورصة القطرية كما نتابع وإياكم أزدان في صدارة الشركات المرتفعة 3% في هذه اللحظات نعم لا المتحدة اللحظة تصعد إلى صدارة الشركات المرتفعة بأكثر من 6% إزدان ريال و 88 درهم تسجلها مخازن الطبية تعود مرة أخرى إلى صدارة مزايا أيضا حوالي 2 في المئة ارتفاعات نعطيه مزيد من الوقت للمؤشر العام وسنعود إليه لكن نتابع قبل ذلك أيضا خبر مهم بالنسبة لصناعات وسنعود إلى المؤشر بالتأكيد بعد هذا الخبر إذا أقرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة صناعات والصناعات قطر والتي عقدت إلكترونيا باستخدام تطبيق زوم يوم أمس صفقة شراء حصة قطر للبترول البالغة 25% في شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو بقيمة تبلغ مليار دولار أمريكي كما وافقت الجمعية على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة الشركة ومن المقرر العمل بالتشكيل الجديد لمجلس الإدارة اعتبارا من دورة المجلس القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2020 وفوضت الجمعية العامة غير العادية مجلس إدارة صناعات قطر بالتفاوض والموافقة والتوقيع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتوصل إلى اتفاقية استراتيجية طويلة الأجل تنظم العلاقة ما بين قطر للبترول وصناعات قطر وقال سعادة المهندس سعد بن شريد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعات قطر أنه تم الاستعانة بمقيّم مالي مستقل ومسجل لدى هيئة قطر للأسواق المالية لدراسة مقترح شراء حصة قطر للبترول البالغة 25% في شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو بقيمة تبلغ مليار دولار أمريكي، ومن خلال تحليل دقيق لمعطيات هذه الصفقة يتضح أن شراء هذه الحصة يساهم في تعظيم عوائد شركة صناعات قطر ويعزز من أعمال وأنشطة الشركة في قطاع الأسمدة الكيماوية التي تحظى فيه شركة قافكو بسجل حافل من التفوق التشغيلي ومركز متميز في الأسواق ولفت سعادته إلى أن صناعات قطر ستواصل استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية التي تدعم وتعزز مركزها المالي في قطاع الصناعات التحويلية دكتور يلنا. يعني في نهاية هذا الحديث كما لاحظت أن سعادة الوزير تحدث عن أن صناعات قطر ستواصل استكشاف المزيد من الفرص هل ترى ان الوقت الحالي هو الوقت المثالي لاقتناص فعلا الفرص الاستثماريه خاصه في قطاع الصناعه الذي يتواجد اليوم عند مستويات منخفضه بعض الشيء بسبب تراجع اسعار النفط؟ طبعا هذه الفترات اللي يمر فيها الاقتصاد بشكل عام في ازمات هي بالنسبه للقوي القادر على انه ينفذ استراتيجيات التوسع الحقيقه جدا مهمه وفتره جدا اساسيه لانها الفتره اللي يكون فيها التقييم على افضل وجه ولذلك الدخول الان في صناعات او استكشاف الفرص الان ماثل وممكن بالنسبه خاصه لقطر لانه ما زالت الاقتصاد قوي، السيوله متوفره ولذلك عمليه الان استكشاف الفرص قد يكون من الافضل خلال الفترات الزمنيه والدورات الاقتصاديه. مهم. مهم. تعليقك مراد على الارتفاعات، خلونا نشوف اداء البورصه القطريه. المتحده للتنميه اذا حوالي ثمانية ونصف المئة في هذه اللحظات المؤشر العام تسعة ألاف ثمانمائة وثمانين نقطة في هذه اللحظات مرتفع ستة أعشار نقطة المئوية نتحدث عن سبعين مليون وهذا أمر جيد في الدقائق الأولى للافتتاح كتداولات وسبعة و عبر تنفيذ سبعة وأربعين مليون سهم حوالي ثمانية وأربعين مليون سهم الشركات الأكثر من ناحية الارتفاع ما زالت المتحدة في صدارة الشركات المرتفعة تحدث اللحظة عن أكثر من ثمانية حوالي ثمانية ونصف في المتحدة في أزدان أيضا و وثلاثة ونصف في المائة في مزايا ثالث الشركات مع ارتفاعات تقترب من اثنين ونصف في المئة في المخازن اثنين ونصف في المئة في الطبية حوالي واحد وسبعة أعشار في المئة استثمار أيضا مرتفع بأكثر من واحد في المئة أعمال كذلك بروة العقارية بواحد في المئة الرعاية ب بحوالي كل الشركات لاحظ اليوم التي يعني مراد التي لطالما أه يعني شهدناها في صداره الشركات طيله العام 2020 معروفه الشركات المضاربيه دعنا نقول الاكثر تداولا الاكثر مضاربه لاحظ في جلسه اليوم كلها على 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 يعني الشاشه الخضراء اليوم لكن المتتبع انه القطاع العقاري المكاسب التي حققها لربما تكون مبرره بالنسبه لازدان باعتبار انه هناك ستدخل الى مؤشرات فوتسي ضمن الشركات الكبيره لديك المتحده للتنميه ولها خبر اليوم سناتي اليه بالتحليل اعلانها عن تجديدها ثلاث تسهيلات ائتمانيه ولربما يكون هذا الامر ايضا يؤثر في اداء السهم في جلسه اليوم مزايا يعني القطاع العقاري الحقيقه يعني زخم كبير شراء على على القطاع العقاري ارتفاعات معتبره ايضا في في اسهم الشركات هناك يعني مستويات سجلت مراد منذ اكثر من من ست شهور لم لم نشهدها واكثر حتى في بعض الاسهم صحيح أستاذ مروان للأمانة هذا المشهد كان متوقعا مثل ما تفضلت هي شركات لها تقاليدها لها بصمتها في مشاريع نوعية ارتبطت بالبنية التحتية ارتبطت أيضا بمشاريع كاس العالم ربما ما يمكن استنباطه أيضا من أداء شركات العقارية في هذه الفترة أننا كلما بدأ اقترابنا شيئا فشيئا الى الحدث الكبير الذي ننشده جميعا ألا هو مونديال قطر، كلما زخم هذه الشركات العقاريه ازداد، لا نغفل ايضا أن النداءات التي تكررت من الهيئه العليا للارث، الجهه المنظمه لكأس العالم، ايضا توالت نداءاتها للشركات العقاريه بضروره الاسراع في عرض عقاراتها التي يمكن تخصيصها لاستقبال زوارنا في كأس العالم 2022، اضافه مثل ما تفضلت ما تفتأ هذه الشركات أن تنتقل من مشروع إلى مشروع إنجازاتها أيضا تضفي كثير من الثقة لدى المضاربين أسهم قيادية شركات حاضرة جاهزة تعتبر شريك استراتيجي أيضا للحكومة القطرية في أبهى صور التكامل بين القطاعين العام والقطاع الخاص طبيعي جدا ما يحصل يبدو أنها فترة وذروة التداول على أسهم الشركات العقارية ولا شك أن هذا سيخدم جدا البورصة القطرية وسيعطيها الكثير من الوهج بما يحقق مكاسب تليق بهذه الشركات التي يمكن أن نقول أنها ظلمت للأمانة في الفترة الأخيرة لأن أحيانا قرارات المضاربين وإقبالهم على بعض الأسهم لا يخضع لمنطق الأداء أحيانا وهذا ربما قد يكون شيء مفهوم في العقلية المضاربية اليوم يبدو أن الأرقام و الظروف تنصف هذه الشركات وتعطيها حجمها الحقيقي الذي يليق بها نتأمل أن تكون جلسة اليوم بأداء ونمو أكثر من جلسات السابقة لنطمح لما لا لرؤية مؤشر عشرة آلاف مثل ما حدث في السنة الماضية تقريبا في هذه الفترة وكما يقال ما أشبه اليوم بالبارحة نعم أعلنت مشاهدة الكرام الشركة المتحدة للتنمية عن تجديدها ثلاث تسهيلات ائتمانية بقيمة إجمالية بلغت نحو مليارين ومئتين وعشرين مليون ريال حيث قامت بتجديد اتفاقية التمويل بقيمة سبعمائة وستة وستين مليون ريال لبنك للبنك التجاري والتي كان غرضها تسهيلات ائتمانية عامة وتم تحديد طريقة السداد عبر دفعة واحدة بعد ثلاث سنوات كما جددت اتفاقية أخرى مع البنك التجاري بقيمة سبعمائة وثلاثين مليون ريال والتي كان الغرض منها تطوير أبراج المتحدة السكنية في جزيرة اللؤلؤة قطر وتم تحديد طريقة السداد عبر أقساط خلال فترة عشر سنوات تقريبا كما تم تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية عامة مع بن قطر الوطني بقيمة 728 مليون ريال وتم تحديد طريقة السداد عبر دفعة واحدة بعد ثلاث سنوات وأكد البيان أنه لا يوجد أي تأثير على المركز المالي لشركة المتحدة للتنمية نظرا لإتمام الاتفاقيات الثلاثة خاصة وأنهما ستسهمان في توفير تسهيلات ائتمانية عامة بالإضافة إلى إتمام تطوير مشروع أبراج المتحدة في جزيرة اللؤلؤ قطر ولا تترتب عليهما سلبيات أو مخاطر كما لا يوجد أي تضارب مصالح بين الأشخاص ذوي الصلة ولا يوجد تغيير في نسب الملكية قبل وبعد إتمام العمليتين أو ثلاث عمليات أه حصد مصرف قطر الاسلامي المصرف ثلاث جوائز مرموقه من مجله ايشون بانكرز المزود العالمي رائد للمعلومات الاستراتيجيه في قطاع الخدمات الماليه وقد تم تتويج المصرف خلال حفل توزيع جوائز اقيم عن بعد هذا وقد فاز المصرف خلال نسخه هذا العام بجوائز التميز في الخدمات المالية للافراد من مجله اشيوم بانكر وهي افضل بنك اسلامي للافراد في الشرق الاوسط وقطر وافضل بنك رقمي في قطر وافضل بنك للشركات الصغيره والمتوسطه ايضا في دوله قطر اعلنت مجموعه الميره للمواد الاستهلاكيه عن افتتاحها فرعا جديدا في محطه قطارات تريل ام تحت اسم شركه مار للتجاره والخدمات وهي شركه تابعه مملوكه بالكامل لمجموعه الميره وكانت شركة الميرة قد حققت في النصف الاول من العام الجاري ارباحا بلغت 107 ملايين و170 الف ريال مرتفعه بنحو 13% عن مستواها خلال السته اشهر الاولى من العام السابق حيث سجلت 94 مليون و99 الف ريال. بلغت صادرات القطاع الخاص لشهر يونيو من العام الجاري 973 مليون ريال مقارنه بحوالي 610 ملايين ريال في شهر مايو السابق له محققه ارتفاعا بنسبه 60% بما يؤشر على تعافي الاقتصاد القطري بمستوى جيد للشهر الثاني على التوالي. جاء ذلك في النشره الاقتصاديه الشهريه الصادره عن غرفه قطر والتي تضمنت تحليلا لابرز اتجاهات الاقتصاد كما اشارت النشره الى ان اجمالي حجم التجاره الخارجيه السلعيه لنفس الشهر قد بلغت 19 مليار و600 مليون ريال، فيما بلغ اجمالي قيمه الصادرات القطريه محليه المنشا واعاده الصادر حوالي 12 مليار و700 مليون ريال، اما الواردات فقد بلغ اجمالي قيمتها حوالي 6 مليارات و900 مليون ريال، دكتور تعافي قوي في الصادرات تحدث عن نسبه نسبه 60 في المئه مقارنه بشهر مايو الحقيقه ما زالت المؤشرات جدا جدا ايجابيه بالمقارنه مع الاقتصادات العالميه كان الاقتصاد القطري الاقل تاثرا في المرحله الاقل تقلبا خاصه بالنسبه للبورصه بالنسبه لمختلف القطاعات ومن ثم في مرحلة التعافي استطاع أن يتحرك بشكل قوي ورأينا أيضا الحقيقة كثير من مؤسساتنا إذا كان الخطوط القطرية إذا كان كيو بي في المراحل اللي كان معظم المستثمرين على المستوى العالمي في إما في تراجع أو في تردد راينا الحقيقه مؤسساتنا وراينا ايضا الدوله تقدم على مشاريع كبيره في مرحله عاده ما تكون المؤسسات او المستثمرين يتراجعوا ولذلك نشوف ايضا المردود كبير اذا كان على الخطوط اذا كان على بي اذا كان ايضا بنشوفه وكنا نتحدث ايضا عن عن صناعات فكل ما كان الحقيقه جراه المستثمر وحسن وترشيد اداره القرار الاستثماري جدا أساسي ومهم بدون جرأة لا يمكن الحقيقة تحقق مكاسب اللي شفناه في الاقتصاد القطري كان على قدر من الثقة والجرأة خلال المرحلة الماضية اليوم احنا نقطف الثمار الحقيقة على المستوى الداخلي وأيضا على مستوى الاستثماري العالمي نعم استقبلت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل 200 و 26 طلبا لمزاوله اعمال الوساطه العقاريه خلال ثلاثه اسابيع من اعلانها بدء تسجيل الوسطاء العقاريين عبر موقعها الالكتروني وبالتزامن مع استقبال طلبات الوسطاء العقاريين بدات اداره الوساطه العقاريه بالوزاره تنفيذ برامج الدورات التدريبيه للوسطاء المستوفين لاشتراطات مزاوله المهنه. هذا وقد اختتمت في مركز الدراسات القانونيه والقضائيه بوزاره العدل اعمال الدوره التدريبيه التخصصيه للدفعه الثانيه من الوسطاء العقاريين في اطار اجراءات الترخيص لهم بموجب احكام القانون رقم 22 لسنه 2017 المتعلق بتنظيم اعمال الوساطه او الوساطه العقاري. مراد اليوم بعد يعني دعنا نقول فوضى كانت في في السوق العقاري نتيجه يعني دخول من لا يعني علاقه به في مجال الوساطه العقاريه اليوم نتحدث عن قانون جديد ينظم اعمال الوسطاء العقاريين مبني على كما تابعنا في الخبر دورات تدريبيه مكثفه لهؤلاء الوسطاء لهم كثير من من الاشتراطات كيف هي انعكاسات هذا القرار والقانون وايضا الوسطاء العقاريين على تنظيم هذا القطاع الاستراتيجي استاذ مروان لا يختلف اثنان على اهميه السوق العقاري في معادله الاقتصاد القطري بالعدم مثل ما تفضلت كل زخم كل تطور هائل ربما لا يكون محسوب القفزات يصاحبه دائما ربما دخلاء على القطاع وهذا ربما في اطار عدم تحديد بنيه تشريعيه واضحه تحدث مثل هكذا تصرفات، لكن الأفضل دائماً الأجمل دائماً هو تدارك هذا الخلل الذي يقع مثل ما ذكرت بسبب موجة التسارع في تطور هذا القطاع، اليوم ما حدث هو إيجاد إطار ناظم سيخدم بلا شك أداء القطاع العقاري، سيعطي كل ذي حق حقه، سيضفي الكثير من الشفافية والتنظيم وتعظيم الأرباح والنتائج أيضاً لأنه لا يعقل أن يبذل الناس أو المختصون في هذا القطاع الكثير من الجهود التي تضيع سدىً في بعض الأحيان بسبب وجود دخلاء لا يمتون إلى التخصص بصلة، جاء هذا القانون في توقيت مهم جدا خاصة أن البلد يعيش زخم عقاري كبير جدا، بالتالي ربما كل هذه المبادرات التشريعية هي في الحقيقة تحصيل حاصل لتطور القطاعات وهذا دأب للأمانة دأب الجهات التي تسير مثل هكذا قطاعات ولاحظنا ذلك في كثير من المبادرات وفي كثير من القطاعات كالذي حصل مثلا مع اللائحة التنفيذية لتملك العقار كالذي حصل مع القانون الذي ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص شخصيا أأمل أن يكون لهذا القانون بالغ الأثر في تنظيم السوق العقاري بما يخدم الأداء المتميز لهذا القطاع وفي النهاية المحصلة كلها ستصب في اتجاه خدمة وتطوير الاقتصاد القطري نعم. نعم سجل تطبيق متراش اثنين التابع لوزارة الداخلية نموا ملحوظا في الخدمات المنجزة والمقدمة للجمهور وعدد المستخدمين وتشير إحصاءات الوزارة إلى أن عدد مستخدمي التطبيق قد تجاوز أكثر من مليوني مستخدم منذ اطلاقه بينما بلغت المعاملات المنجزه منذ بدايه هذا العام اكثر من خمسه ملايين ونصف المليون معامله كما تجاوز اجمالي عدد الاستعلامات عن الخدمات المقدمه عبر التطبيق تسعه ملايين استعلام هذا ويتميز تطبيق مطراش اثنين بتخليصه للمعاملات في اوجز وقت ممكن دون الحاجة إلى مراجعة منافذ الخدمة إلى جانب أهميته الكبيرة في ظل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا كوفيد 19 لعله من أفضل المواقع ليس على مستوى قطر لأن حجم التسارع في طرح الخدمات عبر مطراش في أهم الوزارات المعنية بتقديم الخدمات نتحدث عن وزارة الداخلية الإدارة الهجرة الهجر الجوازات والهجرة والإدارات المرور انظر الى حجم المعاملات المعلن اليوم دكتور يعني وياتي ايضا في ظروف دعا فيها معاليه علي مع رئيس مجلس الوزراء الى ايضا تسهيل المعاملات الالكترونيه ونشر المعاملات الالكترونيه لجميع الوزارات هي موجوده ولكن بتفعيلها بشكل اكبر لتسهيل الاعمال على المراجعين كيف بتشوف تجربه مطراش هذا صحيح الحقيقة تجربة مطراش أهم تجربة لدينا داخل الدولة وخاصة في عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي ومن ثم إلى اقتصاد المعرفة مطراش يعني إذا أضفنا للخدمات والسرعة والكفاءة وحسن والبعد عن الحقيقه التداخلات على المستوى الشخصي، اصبحت العمليه تتم بشكل منطقي وبشكل مرتب وبدون اي الحقيقه ضياع للوقت او هدر للطاقات، هذا كله محسوب الحقيقه للمطراش والسهوله، البساطه، جمال التطبيق والدخول والخروج بكل سهوله والامان وهو طبعا احد اهم المؤشرات الا انه الجانب الاخر الحقيقه وهو ايصال مفهوم الفضاء الرقمي لكل مستخدم للمستثمر لصاحب الشان لصانع القرار لايضا اصحاب الشركات مكن الدولة أيضا من تحقيق رؤيتها للحراك من أجل الاقتصاد الرقمي لأن مطراش الحقيقة اليوم أهم جسر, جسر جسر للمجتمع للانتقال بسلاسة وبهدوء وأيضا بكفاءة الحقيقة اليوم مين اللي ما يستخدم مطراش بدأنا وكلنا وعلى أن علم ومعرفة كبيرة بالجانب الرقمي لكن دخول مطراش الحقيقة دفع الجميع ودفعنا بشكل وأبرز أهم عامل الحقيقة خاصة بالنسبة للمجتمع وهو رفع الكفاءة تحسين الأداء التخفيف خاصة من واضح. يعني إحنا ما شفناه في البداية الحقيقة تخفيض من يمكن أسابيع إلى إلى ثواني وهذا طبعا كله مردود للاقتصاد وللمستهلك ولأيضا صاحب القرار نعم كرم سعاده السيد احمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئه العامه للجمارك 15 مفتشا من اصحاب الضبطيات المتميزه باداره الجمارك البحريه جمرك ميناء الرويس لما قاموا به من ضبطيات لمواد مخدره مختلفه الانواع والكميات من جهه اخرى اظهرت بيانات الهيئه تسجيل زياده في نسبه استيراد البضائع الشخصيه بنسبه 40% وذلك من خلال شركات البريد السريع العالميه. نتيجة لتطوير ادائها لمواكبة المستجدات في حالات الازمات ووفقا لتطبيقها اجراءات سهله وميسره من اجل تسهيل ادخال البضائع الشخصيه اكدت الهيئه العامه للجمارك ان تلك الاجراءات ساهمت في تسهيل البضائع التي يتم شراؤها عبر الانترنت وادت الى تسجيل زياده في نسبه استيراد البضائع الشخصيه بحوالي 40% وذلك من خلال شركات البريد السريع العالميه وذكرت المجله الدوريه الصادره عن الجمارك ان جمرك الارساليات البريديه التابعه لاداره الشحن الجوي والمطارات الخاصه يقوم باجراءات سهله وميسره مضيفه ان كل البضائع التي تزيد قيمتها على ثلاثه الاف ريال فان رسوم هذه البضائع الشخصيه تطبق بنسبه خمسه في ويمكن للمستورد التاكد من القيمه على سعر فاتوره الشحنه والمبالغ المستحقة التي قام بدفعها عن طريق مخلص الشركة وموظف قسم الإيرادات. أما بالنسبة للبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية يمكن للفرد الاستعلام عنها ومعرفتها من خلال الدخول على نظام النديب وكود البضائع المعفاة أو القوائم الموجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة وتشير احصائيات الهيئه انه تم خلال شهر اغسطس الماضي انجاز اكثر من 305300 بيان جمركي مفرج عنه منها اكثر من 282300 بيان جمركي عبر الشحن الجوي والمطارات الخاصه تضاف إليها 22,900 بيان جمركي منجز عبر الجمارك البحرية، في حين بلغت نسبة البيانات المفرج عنها خلال ساعة 99%. وجاءت الهند كأعلى دولة تصدير، أما الولايات المتحدة الأمريكية فكانت كأعلى دولة استيراد. وكانت وزارة البلدية والبيئة، من خلال إدارة الثروة الحيوانية، كأفضل جهة حكومية في زمن الإفراج بمتوسط ساعتين كزمن إفراج. نعود إلى البورصة مرة أخرى. المتحدة للتنمية في الحدود القصوى للارتفاعات، زان أكثر من 3.5% ارتفاعات، البنك الأهلي في المرتبة الثالثة من ناحية الارتفاعات في هذه اللحظة، مزايا تنتقل إلى المرتبة الرابعة مع صعودها بنسبة فاقت واحد حوالي واحد وسبعة أعشار في الطبية في المرتبة الخامسة أيضا من ناحية الارتفاعات الشركات المنخفضة أبرزها كان في الميرة مع اثنين ونصف في في المناعي ثاني شركات بواحد وسبعة أعشار في المئة في كيو أم بي أيضا انخفاضات بواحد وثلاثة أعشار في و ودام قريبة من واحد في المئة مراد من اليوم حتى الخميس يعني هو موعد موعد تطبيق مراجعه فوتسي ما هي السيناريوهات المتوقعه سنبقى على نفس النهج من الـ من, الـ من الاستثمارات المضاربيه الساخنه في البورصه القطريه استاذ مروان يبدو واضحا ان هناك تباين في الاداء ليس في الجلسه الواحده فقط ولكن حتى لو تقارن جلسه اليوم بجلسه امس ايضا تلمح هذا التباين بالعاده بالعاده في البورصه القطريه ان فتره المراجعات مراجعات المؤشرات الدوليه هي فتره يسودها كثير من التفاؤل لكن يبدو هذا التفاؤل تفاؤلا حذرا الان ما مدى قدرة الشركات العقارية على قيادة الارتفاعات في الأسهم في هذه الفترة الذي ربما لا يخدم أداء المؤشر هو أي تراجع في خلينا نقول في المؤشرات القياديه في الاسهم القياديه خاصه بنك قطر الوطني ما سيرسم المشهد الاخير الى غايه مراجعه المؤشر يوم 15 يوم 17 عفوا يوم الخميس القادم هو الى اي مدى يمكن ان يذهب الفريقان مع بعض واقصد به الشركات العقاريه نظرا للزخم الذي يسود السوق في هذه الايام و كذا البنوك باعتبارها اسهم قياديه في البورصه لا زالت نعم. جلسات تخبي كثير من اسرارها استاذ مروان مراد ملاح الخبير الاقتصادي نشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركه الامل للاستثمار القابضه شكرا جزيلا لكم والشكر موصول لكم انتم ايضا مشاهدة الكرام الى اللقاء.